هو انا بجانب وزاره الصحه يعني بالنسبه للجنه الطبيه لبطوله كاس العالم لكره اليد، انا متحدث رسمي للجنه الطبيه. وخليني يعني قبل ما يعني اجي لكره اليد عايز اوضح حاجه مهمه في جوله السيده الوزيره اليوم، وهو المجمع القومي للامطار واللقاحات. استاذ لميس بدانا فيه في عام 2015، لكن ده بمثابه يعني نقله نوعيه في لمصر في هذا المجال. ده يعني تكلفته تجاوزت 142 مليون جنيه، احنا تقريبا انتهينا من 98% منه، وان شاء الله خلال اسبوعين هيبدا التشغيل التجريبي في مجموعه ضخمه جدا من الثلاجات، ثلاجات تبريد بساعات كبيره، يعني 27 ثلاجه بساعه 1100 متر مكعب، 8 ثلاجات بساعه 200 متر مكعب تم تجهيزها على اعلى مستوى، وفيها 30 مخزن بساعه حوالي 1500 متر مكعب هيقوم بتبريد او توفير درجات البروده المطلوبه للقاحات اللي ان شاء الله هتوصل. المكان على مساحه 10500 متر مربع، اهم ما فيه ان هو تم ادخال فيه تقنيه الذكاء الاصطناعي والجرد الالي لمحتويات المخازن والثلاجات، وده بيدينا دقه شديده في حصر الكميات المخزنه داخل هذا المكان. فده يعني نقله نوعيه ان شاء الله. منتظرين بقى مركز اللقاحات، منتظر اللقاحات بقى، منتظرين اللقاحات ان شاء الله باذن الله.